على الإنسان أن ينتبه لقدوته، بمن يقتدي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من الناس ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، الشيطان يوسوس لك ستربح، يزين لك المعصية، يجملها لك، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كيف السراب تأتي وتجده ترابا لا تجد ماء، كذلك الشيطان يزين لك، يجمل لك المعاصي والكفر والدنيا. ومن يقتدي بالشيطان وبأئمة أهل الضلال أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. محيصا يعني لا يجدون مهربا، محيدا. فالإنسان ينتبه لقدوته.